اسمك، ما اسم المحل، وتعرف المشاهدين بحضرتك. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على حضوركم مني. شكرا حبيبي. انا اسمي خليل حسين، تقريبا الحين استوى تقريبا 16-17 سنه هني انا موجود داخل دوله الامارات. ما شاء الله. والحمد لله اول انا جيت في الامارات كان موظف، انا اشتغل عند احد يعني. ما شاء الله. وبعد الحمد لله شغلنا بعد كم سنه، والحمد لله الحين خذينا هذا المحل. نعم. محل الحين من تقريبا سنتين احنا. نعم. خذيت هالمحل مع صديق. نعم. عبد الصمد. اسم المحل؟ محل دلتا بلس. نعم. دلتا بلس لتجارة زينة السيارات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عبد الصمد هاشمي. أهلا وسهلا. أهلا. ومن إيران. نعم. والله أنا موجود قريب 20 سنة. ما شاء الله. موجود في الإمارات. ما شاء الله. وأول شيء يجي حق الشغل، حق الحياة، أحسن حياتي يعني. موظف. جميل. وبعدين اشتغل عشان هني كل شيء موجود يعني. لو تطور. عندك اي كل شيء الحمد لله. وبعد اشتغل لي، وبعدين اشتريني ما خليل. نعم. محل ما شاء الله دلتا بلس. أه. اوتو اكسسوارز. ما شاء الله. يعني قبل سنتين انا شارينا هالمحل مع بعض. ما شاء الله. والحمد لله الحين يمشي كل شيء اوكي. الحمد لله تجارة الحمد لله. لو نخبر السادة المشاهدين على الخدمات اللي بتقدموها اليوم والاشياء الموجودة في المحل. حبيبي الحين هذا ترى اسمه محل لتجارة زينة السيارات. جميل. يعني اي شيء حق السيارة نحن نسوي. ما شاء الله. تظليل سيائر، تعال يقولون مال مخفي. اوكي مخفي اي نوعية، اي دوب مال اي، يعني اي شركة، كل الشركات موجودة الحمد لله. ما شاء الله. بعد عندي مال كار اكسسوارز حق السيارات كل شيء. حلو. وبعد عندي مال مسجلات سبيكرات. نعم. شيبات. نعم. وبعد موجود حق زينة شو تنجيد مال مثلا تلبيس مال السيارات. ما شاء الله. وبعد عندي مسمى الارضيه داخل سياره، يعني اي شيء داخل سياره نحن يقروم هي نحن يروم نبدل هي. لو مثلا سياره قديمه مثلا 2000 لين 2005 7 نحن يروم يحول لين 2020 بعد. ما شاء الله. اي شيء حتى بامبر قدام، ليتات داخل، سيت كراسي، ساق، فرشه الارضيه، الابواب، كل شيء يعني. ما شاء الله. وحتى مسجلات بعد، يعني مسجلات سبيكر، شغل مال كهربائي بعد كله موجود.
شو اكثر اشي زين في المحل اليوم نقدمه محل؟ كل شيء يعني يمشي عشان تنجيد تلبيس سيارات، نعم، وبعض الكترونيات، ما شاء شاشات، ما شاء الله، ومخفيات عشان يعني بعد الشهر ثلاث، ما شاء الله، دنيا حر زياده. نعم صحيح، عشان يعني اي سياره انت تشوف لازم صح البندق. صح، ترى هني الجو يصير حار، لا يصير حار، هي عشان لازم يكون في، عشان شو لازم اقل مخفي، يعني لازم ترى على الحين الشباب على الحين زياده مثلا يسوون مخفي، صح، مخفي وبدلون داخل تلبيس كراسي، ترى مثلا سير داخل كراسي مالون جلد فعلا، هم مثلا بدلون يسوون مثلا شموع يا الكانتارا يا مثلا في نوعية غير أنواع، يعني عشان أفضل جلد، جلد في الحر، جلد في الحر، لا في الحر مثلا الحين سيجي تقريبا مثلا بعد الشهر جو يسوي حار، صحيح، ترى داخل السيارة بعد يسوي حار، صحيح، ترى لازم يسوون بدلون مثلا كراسي يسوون مخفي، صحيح، عشان حرارة يخف حرارة، يعني فعلا فعلا عشان شيء، ما شاء الله ما شاء الله. اليوم انتو المحل له أكثر من سنتين صح؟ هيه. شو اللي ميزكم في مميز؟ يعني الحين في المحل شو يعني مال الشرك مال مخفي، اوكي مال مخفي وهالسوالف، وان شاء الله نحن ابا اسوي مثلا هذا محل، ترى هذا محل من قديم الحين، من محل من قديم موجود هذا محل، بس اول كان بس حق الشغل كهربائي، نحن جيت سوينا شيء زياده مثلا مال مخفي والتنجيد وهالسوالف، وان شاء الله ان شاء الله حق الجدام نحن ان شاء الله ابغى اسوي مثلا غير الديكور مال المحل، اجيب مثلا اشياء جديده حق السيائر، وبعد مثلا في حق المستقبل ان شاء الله في اشياء يبالي، يعني لازم لازم اسوي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله عز وجل. لكل انسان نظره مستقبليه وسقف الطموح مفتوح. نظره المستقبل اليوم انت وين بتشوفها نظره المستقبل؟ والله حقيقه نحن ابغى عشان محل مو كفاية صغيرة، ما شاء الله، بسوين شبرات كبير بس خاص حق السيارة، تلبيس سيارات، التركيب السيارات، عشان هذا زمان يعني يمشي هذا التركيب لازم ضروري، عشان ناس يمكن عنده سيارة 2010 صحيح، يجي موديلات جديد 2020 صحيح، هو حب هذا عشان السيارة الجديد والقديم في فرق، عشان البيزات صح صح، هو يمكن صرفون 30,000 40,000 صحيح، يجي سيارة نفس الموديل 2020 ما شاء الله. انت اليوم يقدر يحول سيارة من 2010 ل 2020 اضافات وكذا اليوم؟ هي هي الحمد لله، اي سيارة مثلا ترى هني شباب يحبون استيشنات، استيشنات نياسين الحين مثلا عنده 2000 مثلا 2005 2007 2008 لين 2010، نحن حول هالسيارات مثلا لين 2020 ما شاء الله. ترى الحين السياره مثلا حد يشتري سياره مثلا من قبل كم سنه، نعم، الحين مثلا السياره الجديد، نعم، شوي مثلا غالي، حد مثلا ما يروم يمكن مثلا في هاي يصرف، ترى هذا شو يسوون؟ حولون سيارة 2000 مثلا 10 لين 2020 وأقل تكلفة، أقل تكلفة هلا، صحيح، هذا مثلا الحين تبغى تشتري سيارة جديدة مثلا فوق 200,000 30,000 أنت لازم تدفع، صحيح، بس هذا سيارة مثلا بتحول سيارة 2010 لين 2020 بكلف كم؟ يمكن 20,000 ما شاء الله 15,000، ترى هذا في فايدة حق الشباب، لا حق الشعب. اليوم العمال الموجودين في المحل هل هم على قدر الكفاءة الجيدة على أساس أنهم يغيروا سيارة من موديل مثلا 2010 زي ما تفضلت ل 2020؟ لك الكلمة. ترى هذا هني نحن في المحل عندي عمال يشتغلون تقريبا في 10 نفرات نحن عندي موجودين هنا، بس الحمد لله كل أستاذ كل خبرة هي الحمد لله، مثلا عندي هذا الشغل مال كهربائي وشغل مال تنجيد، هذا النفرات يشتغلون مثلا هذا خبره مالهم يمكن فوق 15 سنه 16 سنه ما شاء الله، يقدر وما شاء الله كل استاد كل شيء، يعني الحين ترى هذا السيت قدامك، هذا السيت موديل كم؟ موديل 2000 ما شاء الله، هذا السيت
ترى هذا سيت قبل كان سيت عادي نورمال عادي نورمال. بس نحن سويت تنفيخ يعني هذا على الاطراف سوي شيء زياده سوي ديزاين. هذا موديل الان 2020 هذا موديل الحين 2020 هذا قبل 2000 نحن حولنا ب 2020 ما شاء الله. اي سيارة يعني هذا داخل كراسي ترى اي سيارة من داخل وبرا اي سيارة اي موديل نحن نروح نحول مثلا 2000 2010 5 لين 2020 ان شاء الله. ترى الزبون شو يبى اي شيء هو يبى نحن نسوي. طبعا احنا من شاشتنا ان شاء الله بنوصل الصوره الجيد اللي انتم بتشتغلوها ما شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله كل الناس يشوف انت شغلك مال الترتيب مال الزين وان شاء الله كل نفرات يجي ان شاء الله ان شاء الله. اليوم دوله الامارات خلينا نحكي عن دوله الامارات حبيبي. اليوم دوله الامارات فيها امن وامان بيئة استثمار خصبة. اليوم دولة الإمارات وفرت كل السبل الراحة كل الحمد التسهيلات للمستثمر صح. فإحنا من واجبنا أنه نشكر الشيوخ حكام دولة الإمارات على ما وفروه من أمن وأمان وبيئة استثمار خصبة. بدنا بطاقة شكر للشيوخ. شكرا للشيوخ الإمارات. نعم. الشيوخ الإمارات وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة نعم. على نعمة الأمن والأمان الوامن من في هذه الدولة. ترى الحين الحمد لله لنا 16-17 سنة نشتغل في الدولة الإمارات. ترى أي شيء نحن نسوي أي شيء سوى يسوي يعني الروم يسوي عادي في قانون قانون موجود. بس في الإمارات أحسن شيء فيه موجود روح القانون. يا سلام هذا موجود أهم شيء هذا في الدولة الإمارات. بطاقة الشكر للشيوخ. أول شيء شكرا صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد. يا سلام أن شيخ محمد بن زايد نعم وشيخ دبي نعم شيخ محمد بن راشد نعم عشان نحن أجانب يمكن يعني مو أكيد يعني نحن عندي احترام في دولة الإمارات يمكن أكثر من بلادي. يا سلام يا سلام يا سلام. أي صح فعلا أي أهم شيء هذا فعلا. صح فعلا. اليوم في احترام اليوم في حب اليوم الناس عايشة أكثر من 250 جنسية. وأول شيء صح هذا لهي عشان يعني الحين قوانين كيف يعني ما في فرق بين المواطن والوافد صح هي هي أهم شيء هذا. وهذا اليوم اللي خلى دولة الإمارات تتقدم عن باقي الدول لأنه ما في تمييز كل تحت القانون سواسية. أهم شيء داره أهم شيء في الترشوب مثلا الحين في دولة الإمارات نعم. شوف كم جنسية موجودين داخل دولة الإمارات كل عايش بالأمن والأمان. هذا أهم شيء احترام وروح القانون في دولة الإمارات. ترى أي حق البيزنس حق الشغل ترى كلت في العالم كله أول مثلا يبغى يسوون شغل أول يفكرون شو في الإمارات فعلا. يجون في دبي مثلا حق البيزنس في الإمارات الحمد لله كل مكان في أمن والأمان وأمان. وهذا أي شيء يبغى أي شيء تبغى تسوي شغل بيزنس تروم عادي يسوي ترى في قانون تمشي على قانون أي شيء كل شيء تقدر تروم تسوي. بس أهم شيء أي مكان بتصير حق الشغل حق هذا مثلا بسوي نحن مثلا افتح شيء افتح الرخصة أي شيء ترى أي شيء أي مكان نحن يصير أول شيء وسوون احترام زيادة صحيح. يعني ما في فرق بين هذا مثلا مواطن يا هذا مثلا وافد. ترى دولة الإمارات فعلا تتقدم وتكون من الدول الناجحة. طبعا احنا سعيدين جدا بانكم انتم اليوم كنتوا احدى الكفاءات الموجوده أمين. داخل دوله الامارات. طبعا الكفاءات الايرانيه اللي احنا بنعتز وبنفتخر فيها. شكرا حبيبي. لكم وشكرا لدعمكم وشكرا حبيبي. لانكم كنتوا احد ضيوف برنامجنا. شكرا لكم. شكرا حبيبي. شكرا على تلفزيون السماء الخليج. شكرا شكرا. ان شاء الله ان شاء الله بشوف ان شاء الله يشوفون المحل ان شاء الله يشوفون المره الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله محلنا في دبي نعم منطقه القسيس رقم 2 نعم في شارع دمشق نعم في شارع دمشق قدام دبي جراند هوتيل دلت محل دلتا بلاس لتجاره زينه السيارات ان شاء الله. طبعا سوف تظهر ارقام التواصل اسفل الشاشه. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتنا سما الخليج وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.